يمكن انا خدت على فايلر الماتش اللي فات انه ما بداش بدا بايمن اشرف ناحيه الشمال، كان لازم يبدا ب الباك الشمال بتاعنا الاحتياطي. مين علي؟ مين مش علي، علي معلول الاحتياطي. كان على كان موجود ايمن اشرف. مين؟ لا الباك الشمال محمود وحيد. محمود وحيد كان لازم يبدا بيه، لان انت بتتكلم اشرف من كتر ما لعب مساك نسي الباك الشمال بقى دلوقتي، يعني مركز على الحته دي. وبعدين عنده الناحيه الدفاعيه بس، الناحيه الهجوميه يعني بيعملها على استحياء شويه. فانت لازم وحيد يلعب المباريات اللي وكان فرصه ان علي مش موجود يبدا بيه. وكان ناهي مع محمود وحيد حتى المباراه اللي قبلها كان بيلعب في الجزء القدامي شويه، فرجليه في الملعب بمعنى اصح. يعني انا اقصد ان هو لازم برضه يديه، لان تحسبا حاجه هان انت ممكن لا قدر الله تحصل حاجه المعلول. صحيح. وارد. صح. بتحصل لنا يوم ليله المباراه بالزبط. فلازم بالزبط. يكون واحد جاهز. طيب. وخصوصا انت يعني الناحيه الشمال دي بالتحديد في النادي الاهلي هي اقوى ناحيه في الفريق كله، الاعتماد الاساسي في الهجوم بتاعك على علي معلول، فانت لازم تعمل البديل وتديله عشان ما يبقاش بعيد. زي ما قلت لك ثبات التشكيل مهم قوي خلال الفتره اللي جايه، الطريقه، لان انت لما بتلعب باتنين قدام غير ما بتلعب 2-3-1، يعني دي طريقه ودي لها وظايف ودي لها شكل ودي لها اللعيبه نفسها ادوارها بتختلف. فانت لازم تبتدي بقى، انت خلاص النهارده بتتكلم على النهارده 6 داخلين على 7-9 الماتش خلاص قرب، فانت لازم. وبعدين المفروض ان انت عندك اريحيه شويه ان فارق النقاط يديك فرصه فرق كبير كبيره جدا، يعني تعمل اللي انت عايزه، ما عندكش حاجه ملحه ان انت تحت ضغط جامد النقطه والثلاثه بونت والكلام ده، انت عندك فرصه كبيره انك تمرن وتدي للناس.